الرئيس السيسي يؤكد خلال جولة تفقدية بالكلية الحربية على أن مصر لديها احتياطي استراتيجي كاف حتى نهاية العام الجاري. وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي يعلن أن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام بلغت 75.4%. تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط 15 شهيدا وأكثر من 140 مصاب. الثامنة هنا تماما في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، هذه بانوراما لأهم وآخر مستجدات. مرحبا بحضراتكم. البداية، حيث أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر عملت على توافر السلع الأساسية والطاقة بأسعار مناسبة خلال الفترة الماضية رغم الأزمات العالمية، وأن مصر لديها احتياطي استراتيجي يكفيها حتى نهاية العام الجاري. جاء ذلك خلال لقاء سيادته مع طلبة الكلية الحربية عقب جولة سيادته التفقدية بالكلية الحربية صباح اليوم. إن إحنا في مصر لم نعكس أبدا التكلفة الحقيقية للأسعار اللي يعني شهدت قفزة كبيرة الحقيقة. إحنا حرصنا جدا جدا إن الموضوع دوت المواطن ما يتعرضلوش تعرض مباشر، والا كانت الاسعار كانت هتبقى قد كده كثير جدا جدا الحقيقه. بمعنى ان نوفر السلع، ولكن اسعارها لو كانت نتيجه ان تعثر سلاسل الامداد او قله المعروض او ارتفاع تكلفه الشحن تؤثر على سعر السلعه ديت، ما نخليش المواطنين في مصر نقول هي السعر اللي بتتكلف الرقم ده ونعرضها على الناس بالثمن ده، لا ده ما حصلش ومش هيحصل. احنا بنعمل ايه؟ بنحاول نقول ان الاسعار اللي كانت موجوده نحاول نحافظ عليها، انا بتكلم على السلع الاساسيه. والكلام ده ايضا بيشتمل على اسعار الطاقه، سواء كانت طاقه بنتكلم في كهرباء او بنتكلم في طاقه بوتاجاز او الطاقه البنزين والسولار. خلاصة، لدينا احتياطيات تكفينا حتى نهاية هذا العام. عملنا مجموعة إجراءات، محاولة من الدولة ومن الحكومة إن هي تخفف عن مواطنيها بحزم تبقى تلطف من التضخم الكبير اللي مش بس موجود في مصر الحقيقة، موجود في مصر وموجود في العالم كله. كما أكد الرئيس السيسي أهمية الحوار الوطني، وقال إنه يشمل كل الطوائف في الشعب حول مختلف القضايا الوطنية التي تهم المواطنين. طبعا أنتم يمكن سمعتم عن موضوع الحوار الوطني، وده أمر يعني مهم قوي قوي قوي، إن احنا يبقى فيه بيننا وبين بعضنا جميعا بكل طوائف وفئات الشعب، يبقى فيه نقاش وحوار على القضايا الوطنية المختلفة اللي بتهم كل الناس. وزي ما انا قلت اثناء اطلاق هذا يعني الحوار في رمضان اللي فات، ان احنا مهم قوي ان احنا نسمع بعض حتى لو كنا مختلفين. وبالمناسبه الاختلاف ده سنه من سنن الكون اللي احنا موجودين فيه، مش ممكن ابدا نبقى موجودين كلنا بفكر واحد وبرأي واحد وبتصور واحد يعني تجاه اي قضيه بنتكلم فيها. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت اتجاه ملف سد النهضة وحماية أمنها المائية. إحنا خدنا في مسار سد النهضة مسار دايما دبلوماسي والتفاوض للوصول إلى حل ليه. وده الهدف كان منه، إن دايما إن إحنا لما يكون في أزمة أو في مشكلة نلجأ في علاجها إلى حاجتين، الصبر والتفاوض، ثم كمان إجراءات نعملها إحنا كمان على مستوى بلدنا. سد النهضة إحنا متحركين فيه بس بهدوء، بس
بتفاوض. ودايما اقول الكلمه دي بختم بيها كلمتي، دايما اقول لكم الامور ما بتتحلش بالصوت العالي، الامور بتتحل بالقدره والعمل والصبر. في الاخر ميه مصر دي امانه في رقبتنا كلنا وفي رقبتي، ومحدش محدش هيمسها ان شاء الله بهدوء خالص. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة من خلال التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاستعادة السلام والاستقرار داخل القطاع. نتكلم على الأوضاع في قطاع غزة، وإحنا حريصين الحقيقة، ودورنا إيجابي جدا جدا من خلال اتصالاتنا مع الفلسطينيين والإسرائيليين، إن دايما يبقى مفيش أزمات ومفيش أحداث عنف ولا اقتتال، وده اللي احنا بنحرص عليه من خلال اتصالاتنا بيهم زي ما انا قلت. يعني طبعا حصل يعني امبارح يعني خروج عن ده، واحنا اتحركنا كالعادة واتصالاتنا على مدار الساعة مع الجميع عشان الأمور ما تخرجش عن السيطرة ويحصل اقتتال. لكن اللي اقدر اقوله لكم ان احنا بنبذل جهد كبير مع شركائنا بان احنا نستعيد الهدوء مره ثانيه والاستقرار والسلام داخل القطاع. ده اللي انا ممكن اقوله بالنسبه لقطاع غزه، وده احدث ازمه موجوده دلوقتي وبنحاول ان هي تنتهي ان شاء الله، وربنا يساعدنا ان احنا يعني ما يحصلش اكتر من كده. كان الرئيس السيسي قد قام فجر اليوم بجولة تفقدية في الكلية الحربية، وذلك في إطار حرص سيادته على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية. وقد شهد الرئيس السيسي عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية، كما التقى الرئيس بعدد من طلبة الكلية الحربية وناقشهم في العديد من الموضوعات واستمع لآرائهم واستفساراتهم المختلفة، وأوصاهم بالتفاعل ثاني في التدريب وتحصيل العلم واهتمام بلياقتهم البدنية والتمسك بالمبادئ العريقة العسكرية المصرية ليكونوا أجيالا قادرة على تحمل المسؤولية وصوت مقدسات الوطن. أعلن وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، وأن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة هي 75.4%، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعب العلمية علوم بلغت 78.32%، وفي الشعب العلمية رياضيات بلغت 81.10%، وفي الشعب الأدبية 68.38%. نسبة النجاح هذا العام 75.04%، وهي أعلى من العام الماضي. العام الماضي كانت 74%. نقدر نقارن السنتين دول بالتحديد لأن هما اللي فيهم دفعة كاملة عدت في نظام التقييم الجديد. فالنتيجة نسبة النجاح العامة 75.04%. لو قارنا نسب النجاح في الشعب المختلفة هنلاقي إن شعبة علمي علوم نسبة النجاح عليت عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كانت 76، السنة دي 78.32%. شعبة رياضة زادت من 76 إلى 81%، فالسنة دي الحقيقة شعبة علمي رياضة هي أعلى نسبة نجاح. الأدبي نزل عن السنة اللي فاتت كانت 70% بقت 68 وكسور. النسبة العامة زي ما قلنا 75%. كما أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي أسماء أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية وشعبتي علمي رياضيات وعلمي علوم. لأوائل الثانوية العامة نبدأ بالشعبة الأدبية، احنا قدامنا 11 عشان التكرار في المجاميع، 11 من الأوائل في الشعبة الأدبية، أولهم الطالبة زينب أكرم حسن حميدة من الفيوم جايبة 387، دي كانت أعلى نمرة في الشعبة الأدبية من 410، وبعدها
بقيه الاوائل بارك لهم كلهم. نلاحظ برضو ان دي كلها مدارس عامه، مدارس حكوميه، مدارس تجريبيه، فشيء نفخر بيه الحقيقه. وبعدين شعبه علمي علوم هنلاقي تفوق ملحوظ للولاد، والاولى رغم ان الاولى بنت ودي حاجه جميله جدا، طالبه ملك عبد الفتاح محمود الشبشيري من المنوفيه، مدرسه تالا الثانويه بنات. يليها اسلام من دمياط، وعمر من الغربيه، ومحمد من الشرقيه، من المحافظات المختلفه، واضح تفوق المحافظات كمان. علمي رياضه، علمي رياضه الاول عمر شريف عبد المنعم عبد الحميد من الشرقيه جايب 407، وراه مريم من الجيزه، احمد من الغربيه، وهكذا. برضو المحافظات لها تواجد كبير جدا، وده شيء جميل. تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج على القانون، وقد أسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحقيق نتائج إيجابية وضبط الكثير من القضايا في مختلف القطاعات. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 44,432 قضية تموينية متنوعة، من بينها 124 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 13,054 اسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب1,762,290 جنيها، وضبط 81 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,396,550 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 459 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 795 طن سلع مدعمة، وضبط 33 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 120.5 طن، كما تم ضبط 11,156 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 916 طن سلع غذائية، كما تم ضبط 50 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت 243 طن و834 كيلو أقماح، كما تم ضبط 18,355 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 77 طن، إضافة إلى ضبط 9 قضايا في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 61 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 1,904,849 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 735,176 مخالفة تجاوز السرعات المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 16,437 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 709 سائق منهم، كما تم المرور على 1037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 5,119 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 3 حالات، كما تم فحص 1211 مركبة وتبين مخالفة 65 مركبة لشروط الصلاحية الفنية.
كما تم رفع 1585 سيارة و196 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية تم ضبط 39575 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 5489 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 6798 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 12431 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 15775 مخالفة ملصقات وضبط 194 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 322,343 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 257,512,996 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1131 قضية، من بينها 668 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 462 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 181,150 نسخة من كتب بدون ترخيص وكتب وملازم تعليمية وأغلفة لسنوات ومواد دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدب. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 127 قضية بقيمة مالية بلغت 344,718,945 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 5190 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 6,369,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون باخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب بالمستحق. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 18,784,700 جنيها. مرحبا بحضراتكم من جديد. تنفذ وزارة النقل أعمال تطوير وتوسعة أعلى كوبري المنيب فوق النيل بالطريق الدائري، وذلك ضمن المشروع العام لتطوير الدائري بطول 12 كيلومتر وتحديدا من المريوطية إلى الأوتوستراد. أعمال تطوير وتوسعة شاملة طالت ولا تزال الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات. هذا الطريق الحيوي الذي يربط بين محافظات القاهرة الكبرى، حيث تم الانتهاء من تطوير 76 كيلومتر. وها هنا أعلى كوبري المنيب على نهر النيل، وبطول 3 كيلومترات تم الانتهاء من إضافة 8 محاور مرورية جديدة لتحقيق السيولة المرورية. الطريق الدائري ده أهم طريق مروري في مصر، بيخدم 3 محافظات الرئيسية، القاهرة والجيزة والقليوبية، وبيخدم جميع المحاور المرورية اللي بتخدم على كل محافظات الوجه الإبلي والبحري. كان بيعدي عليه في القطاع الأعلى كثافة مرورية اللي احنا فيه ده الأوتوستراد المريوطية 230,000 مركبة في اليوم. عدد الحارات كان 8 حارات للطريق بالكامل، 4 حارات لكل اتجاه، وده لا يستوعب الكثافات المرورية اللي بتعدي على الطريق، فكان محتاجين نوسع الطريق
عشان نسهل ونقلل التكدسات المرورية. جهد كبير على المستوى الهندسي والإنشائي خلال فترة زمنية قصيرة قامت بها وزارة النقل لسرعة الانتهاء من تطوير وتوسعة هذا المحور المروري الذي يربط بين طريق الأوتوستراد والمريوطية، شملت كوبري المنيب بالإضافة إلى المطالع والمنازل على جانبي الكوبري. عندنا كوبري المنيب تحديدا بيمر بالنيل الشرقي والنيل الغربي وفي جزيرة أعلى الماء، وإحنا بننشئ كنا بنراعي الظروف اللي طبعا إن إحنا فوق مية، بنراعي حركة الملاحة في المية إن إحنا ما نعطلهاش. وكان عندنا كمان تحدي كبير جدا، الطريق الدائري على الشمال وجنوبه كمية مرافق مهولة، حاولنا نشيل المرافق دي من غير ما نقطع الخدمة على الأهالي جوه بيتهم، فكان شغالين بتوازي. مش كده وبس، إحنا بدأنا في التطوير ده وهو الطريق الرئيسي كمان شغال، فبدأنا نعمل تحويلات مرورية بدون ما تأثر على الطريق الرئيسي ده. بين ما كان وما عليه الوضع الآن على مستوى هذا المحور المروري الهام وهو الطريق الدائري عند كوبري المنيب، جهد كبير قامت به وزارة النقل والنتيجة هو تحقيق حالة من الانسياب المروري وعدم التكدس، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة والتي وصلت إلى 10 دقائق فقط بدلا من ساعة ونصف. من كوبري المنيب، محمد عبد الصبور، النيل. وننتقل بكم إلى الأراضي المحتلة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي في اليوم الثاني لعدوانه على قطاع غزة أنه يتوقع استمرار عملياته العسكرية لمدة أسبوع، في حين أسفرت الغارات حتى هذه اللحظة عن سقوط 15 شهيدا وأكثر من 140 مصاب، إضافة لتضرر منازل المواطنين القريبة من الاستهداف. مشهد متكرر وشهيد يتبعه شهيد، وبين حين وآخر تقبع غزة تحت الحمم النارية. فبعد أكثر من عام من الهدوء النسبي على طول الحدود، قصفت طائرات إسرائيلية قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي. وزارة الصحة الفلسطينية أفادت أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أكثر من موقع في شمال قطاع غزة وخان يونس جنوب القطاع ووسطه وشماله ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غزة، حيث أسفرت عن استشهاد أكثر من 10 فلسطينيين من بينهم طفل وسيدة وإصابة عشرات آخرين، علاوة على تدمير منازل عديدة وإلحاق أضرار جسيمة بجامعة القدس المفتوحة. وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت أن من بين شهداء الغارات الإسرائيلية أحد كبار قادة المقاومة الفلسطينية وأربعة من أعضائها، كما اعتقلت 19 نشطاء آخرين خلال حملة مداهمات متتالية. في اليوم الثاني من العدوان الإسرائيلي انطلقت رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب، بينما دوت صفارات الإنذار في المدينة، الأمر الذي دفع إسرائيل لنشر القبة الحديدية التي اعترضت بعضا منها. الجيش الإسرائيلي أفاد أنه أطلق عملية بزوغ الفجر التي استهدفت 26 موقعا في غزة، تحت زعم أنهم كانوا يخططون لإطلاق صواريخ على إسرائيل، وأعلن عن استنفار أمني للجبهة الداخلية في إسرائيل. كما واصلت قوات الاحتلال إغلاق جميع معابر غزة وبعض الطرق المجاورة لليوم الخامس خوفا من هجمات مضادة، مما أدى إلى توقف محطة الطاقة الوحيدة في القطاع عن العمل بعد نفاذ الوقود. ووسط إدانات دولية، طالبت منظمة الأمم المتحدة كافة الأطراف بوقف التصعيد من أجل تجنب نزاع إضافي قد تكون له تبعات مدمرة، لا سيما وسط المدنيين، ونبهت لمغبة انزلاق الأوضاع بما يفرز احتياجات إنسانية من الصعب تلبيتها في السياق العالمي الحالي. هذا وقد أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مدينة البيرة الشمالية بالضفة الغربية المحتلة. وقد ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان والذين خرجوا في مسيرة من جامعة بير زيت، مما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق. وكانت الحركة الطلابية في الجامعة قد دعت لمظاهرات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.
إلى الشأن اليمني، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية شنت هجوما واسعا على مواقع للجيش الوطني في محافظة مأرب في خرق جديد للهدنة. في غضون ذلك أسقطت القوات اليمنية طائرة مسيرة حوثية في الأجواء الشمالية الشرقية من محافظة أبيان. وأشار مصدر بالجيش اليمني إلى أن هذا الاختراق الجديد من الميليشيات للهدنة الأممية إنما هو مؤشر على تصعيد عسكري قادم للميليشيات في هذا المحور القتالي الذي تنتشر فيه المقاومة الجنوبية طوال المناطق الحدودية مع محافظة البيضاء. وإلى الملف الأوكراني، حيث أعلنت السلطات فيما يعرف بجمهورية دونتسك الشعبية ارتفاع أعداد ضحايا القصف الأوكراني إلى 5 قتلى و31 مصاب. في سياق متصل، حذرت الخارجية الروسية من وقوع كارثة تشيرنوبيل جديدة حال استمرت القوات الأوكرانية باستهداف محطة زابوروجي الذرية. كانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أن القوات الأوكرانية تقصفت محطة زابورجي الذرية بأسلحة ثقيلة، مما أدى إلى قطع الكهرباء عن جزء من الأجهزة العائد لأحد مفاعلات المحطة وتضرر خط الإمداد بالهيدروجين. هذا وقد قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن الحرب الروسية في أوكرانيا على وشك الدخول في مرحلة جديدة، حيث حول معظم القتال إلى جبهة يصل طولها إلى ما يقرب من 350 كيلومترا بجنوب غرب البلاد. كانت القوات الروسية قد قصفت منطقتين في منطقة دينبر وبتروفسك، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وتدمير منشآت وتدمير أحد خطوط الكهرباء. في خطوة أثارت استياء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والعديد من الدبلوماسيين الغربيين، اتهمت منظمة العفو الدولية القوات الأوكرانية بتعريض حياة المدنيين للخطر خلال المواجهات العسكرية مع القوات الروسية. تقرير منظمة العفو الدولية وجه اتهاما صريحا للقوات الأوكرانية بانتهاك القانون الإنساني الدولي لاستخدام الجنود الأوكرانيين المرافق المدنية مثل المدارس كقواعد عسكرية والتمركز في مناطق سكنية، مما يعرض المدنيين للخطر لأنه يجعل تلك المناطق هدفا لنيران القوات الروسية. من جهتها، سارعت الخارجية الروسية إلى الإشارة أن تقرير منظمة العفو يؤكد ما لا يدع مجالا للشك أن القوات الأوكرانية تستخدم المدنيين كدروع بشرية. في سياق متصل، قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن الحرب الروسية في أوكرانيا على وشك الدخول في مرحلة جديدة، مع تحول معظم القتال إلى جبهة يصل طولها إلى ما يقرب من 350 كيلومترا تمتد في جنوب غرب البلاد بالقرب من زابوريجيا إلى خيرسون. وقد اعتبرت لندن أن القوات الروسية تحتشد في جنوب أوكرانيا استعدادا لصد هجوم مضاد أو شن هجوم محتمل، حيث تستمر قوافل الشاحنات العسكرية والدبابات والمدفعية والأسلحة الروسية في الابتعاد عن منطقة دونباس شرقي أوكرانيا متجهة صوب جنوب غرب البلاد. أما في خيرسون، فقد أعلن نائب رئيس الإدارة الإقليمية أن المنطقة لم تعد خاضعة للولاية القضائية لأوكرانيا ولن تنفذ فيها أي قرارات تتخذها سلطة كييف بشأنها، رافضا الاعتراف بالحاكم الجديد الذي عينته كييف. وأضاف أن السلطات المحلية لا تعترف بأي تصريحات صادرة من كييف لأن هذا النظام قد تجاوز الحد بقصفه المنطقة والتعبير عن فرحته بالدمار والموت تجاه المدنيين على حد وصفه.
وبعيدا عن الشأن الروسي الأوكراني، أعلن الجيش التايواني أنه رصد طائرات وسفن صينية عدة تنشط في مضيق تايوان اليوم، بعضها عبر الخط المتوسط، معتبرا أنها تحاكي هجوما على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي. ملامح خطط باتت جالية أعدتها بكين محاكاة لفرض حصار على جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي. استجر الصين مناورات عسكرية قرب تايوان لتعطي إشارات على تعزز قدرات جيشها في حال قررت شن هجوم واسع على أراضي تايبي. المناورات الواسعة التي أطلقتها بكين حول الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، كشفت بحسب مراقبين خططها العسكرية أمام خصومها كالولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. وتشارك في المناورات العسكرية الممتدة إلى الأحد مقاتلات ومروحيات وسفن، حيث تهدف إلى محاكاة فرض حصار على تايوان واختبار الهجوم على أهداف في البحر. وهذه المرة الأولى التي تقترب فيها المناورات الصينية إلى هذه الدرجة من تايوان، إذ تجرى تمارين على بعد أقل من 20 كيلومتر من سواحل الجزيرة. وفي خطوة أخرى غير مسبوقة تشمل المناورات مناطق شرق تايوان تعد ذات أهمية استراتيجية في إمداد القوات العسكرية للجزيرة، إضافة إلى أي تعزيزات أمريكية محتملة في حال تعرضت حليفة واشنطن لهجوم صيني. وسيهدف الحصار في حال فرضه للحول دون دخول السفن والطائرات التجارية والحربية إلى تايوان أو مغادرتها، ومنع أي قوات أمريكية متمركزة في المنطقة من إسناد الجانب التايواني. وتتمتع تايوان بالحكم الذاتي، إلا أن الصين تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، ولو وحد باستعادة السيطرة عليها في نهاية المطاف ولو بالقوة. وبعدما تردد لمدة طويلة أن سيناريو الحصار قد يكون من الاستراتيجيات الصينية المعتمدة في حال الهجوم على الجزيرة، كشفت مناورات هذا الأسبوع جانبا من الجانب العملي لهذه الخطة. ونشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعض قليل. انطلاق أعمال المؤتمر الأفرو آسيوي الأول بمؤسسة الأهرام للصحافة والنشر. أخبار الاقتصاد بصحبة الأمير داود، إليك أمير. شكرا جزيلا لك دينا، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية وأهم ما نتابعه فيها. في أعلى معدل يومي عبور 89 سفينة لقناة السويس بإجمالي 5,200,000 طن. قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق سامر ربيع إن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخها بعبور 89 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية تقدر ب5,200,000 طن. وشدد ربيع على أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس تصدرت أولويات أجندة العمل خلال الفترة الماضية، وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة الذي يسير بخطى متسارعة وفق الجدول الزمني المحدد في ظل ما يحظى به هذا الملف من اهتمام بالغ من القيادة السياسية. أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال أن الأوكازيون الصيفي سيبدأ يوم الاثنين المقبل ولمدة شهر، ويتوقع وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون العام الحالي إلى 3,500 محل بأنشطة متعددة مثل محال الأحذية والملابس والأدوات المنزلية وغيرها من الأنشطة الأخرى شريطة تقدمها لمديرية التموين التابع لها المحل التجاري. وكان الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه مدير المديريات بمتابعة جودة السلع والتزام المحال المشاركة في الأوكازيون بعرض سعرين، الأول قبل بدء التصفية والآخر بعد بدء التصفية.
شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة HMD العالمية المالكة للعلامة التجارية نوكيا وشركة اتصال للصناعات المتطورة في مصر، بهدف تصنيع 1,000,000 جهاز محمول مختلفة الطراز ما بين هواتف تقليدية وهواتف ذكية، وذلك خلال العام الجاري مع تضاعف الإنتاج خلال الفترة المقبلة. وأكد وزير الاتصالات أن هذه الاتفاقية تأتي تكريسا لجهود الدولة في تهيئة المناخ الداعم لنمو استثمارات الشركات العالمية في مصر، وتأكيدا على حرص الدولة على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للتصنيع داخل مصانع مصرية لنقل المعرفة والخبرات وتوطين صناعة الإلكترونيات. بحثت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة غادة شلبي مع سفير مصر في البوسنة ياسر سرور وسفير البوسنة بالقاهرة صديق سباهيتش سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار نحو الدفع بالمزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة. وخلال اللقاء استعرضت نائب الوزير التيسيرات الخاصة بتأشيرات دخول السائحين لمصر والخط الساخن 19654 الذي أطلقته الوزارة للعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى ومقترحات السائحين والرد على استفساراتهم. في لبنان شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا مستمرا في السوق غير الرسمية ولدى مكاتب الصرافة بلبنان، وذلك بالتزامن مع إعلان جمعية المصارف اللبنانية أمس دخول جميع البنوك العاملة في لبنان إضرابا عن العمل بدءا من بعد غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل، وهو الموعد المقرر لانعقاد جمعية عامة للبنوك لتتخذ قرارها المناسب بشأن استمرار الإضراب من عدمه. وقفز سعر الصرف على مدار يومين في السوق غير الرسمية إلى نحو 31,000 ليرة لكل دولار، مرتفعا بنسبة تتراوح ما بين 700 إلى 800 ليرة للدولار الواحد على مدار اليومين الماضيين، فيما بلغ سعر الصرف لدى مكاتب الصرافة قرابة 30,700 ليرة لكل دولار. خفضت شركة النفط التابعة لحركة الحوثيين اليمنية أسعار البنزين في مناطق سيطرتها في شمال وغرب البلاد بنسبة 14%، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات بعد تراجع الأسعار العالمية لمشتقات النفط. وبموجب القرار الذي بدأ سريانه السبت انخفض سعر جالون البنزين سعة 20 لترا في محطات الوقود الحكومية إلى 12,000 ريال، أي بواقع 600 ريال للتر الواحد من 14,000، كما نزل سعر جالون الديزل سعة 20 لترا إلى 13,800 ريال من 15,000 ريال. أعلنت الهيئة الوطنية الصينية لسلامة المناجم أن الطاقة الإنتاجية المتقدمة للفحم في البلاد توسعت بإجمالي 490 مليون طن سنويا منذ سبتمبر الماضي. وقالت الهيئة إن 147 منجما للفحم حصلت على المؤهلات اللازمة للطاقة الإنتاجية المتقدمة منذ بداية هذا العام. وشهدت الصين 190 حادث تعدين في الفترة من يناير إلى يوليو بانخفاض يقدر ب 14% على أساس سنوي. وأضافت الهيئة أنها ستواصل تعزيز إطلاق الطاقة الإنتاجية المتقدمة للفحم على أساس ضمان السلامة وتعزيز الإشراف على سلامة مناجم الفحم. ختام نشرتنا الاقتصادية وعودة من جديد لزميل دينا أبو الفتوح واستكمال الضمان. تفضلي أمير، وما زلنا نتواصل مع حضرتكم، حيث شهدت مؤسسة الأهرام للصحافة والنشر انطلاق أعمال المؤتمر الأفرو آسيوي الأول والذي جاء بعنوان نهضة المرأة مؤشر لتقدم الوطن، ويبحث المؤتمر بناء قدرات المرأة ودورها في المجتمعات العربية. تطوير خبرات المرأة الحياتية والعملية من خلال برنامج أعداد القادة لخلق امرأة أكثر اتزانا وقوة في مجالات الحياة المختلفة أهداف ومحاور جاءت على أجندة المؤتمر الأفرو آسيوي الأول تحت
تحت شعار نهضة المرأة مؤشر لنهضة الوطن، والذي عقد بمؤسسة الأهرام الصحفية بمشاركة عدد من ممثلي المجتمع المدني. المؤتمر الأفرو آسيوي الأول، الفعاليات بتقام من أجل دعم وتطوير المرأة في شتى المجالات، سواء إذا كانت مجالات اقتصادية أو علمية أو حتى نفسية. بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نسلط الضوء على رائدات الأعمال وعلى سيدات الأعمال، على نماذج مشابهة جدا موجودة في مصر وفي الوطن العربي ولكن لم يسلط عليها الضوء. مستهدفين المرأة المعيلة، المرأة الفقيرة، المرأة اللي موجودة في الريف والقرى والنجوع. احنا ده عايزين ده نخاطب الناس دي ونشوف مبادرات ممكن تتعمل عن طريق البنك المركزي، عن طريق وزارة المالية، عن طريق مؤسسات خدمية، ان احنا ننهض بالمرأة الريفية، ننهض بالمرأة الفقيرة والمعيلة واللي بتتحمل أسرة بالكامل سواء كانت مطلقة أو أرملة أو خلافه. المؤتمر تناول دور المرأة في المجتمعات الأفرواسيوية وسبل الارتقاء بالأمومة والطفولة والتوثيق الرقمي لفنون وإبداعات المرأة. المرأة بتحتل أدوار ومكانة كبيرة جدا جدا في التكنولوجيا، في سواء صناعة التكنولوجيا نفسها، في التسويق ليها، في استخداماتها، في جميع مجالات التكنولوجيا، بس لم يسلط الضوء عليها بشكل قوي. هناك دعم تاني للمرأة اللي هي المرأة المعيلة التي تعول أولاد ولا تتعرض لمخاطر. هناك لابد أن يكون هناك مظلة تأمينية تتعاون معها وزارة المالية ومبادرة من البنك المركزي لتقديم لها بعد القروض. جلسات وورش عمل شارك فيها عدد من الباحثات في مجال تنمية المرأة العربية تناولوا التمكين الاقتصادي للمرأة ودورها في التنمية المستدامة. مؤتمرات وندوات تثقيفية تساهم في الارتقاء بدور المرأة العربية داخل مجتمعاتها وتسليط الضوء على فنونها وإبداعاتها المختلفة لتبقى المرأة وعاء القيامة ومدرسة التربية ورائدة الإصلاح وقوة التغيير في المجتمع نحو الأفضل. من داخل مؤسسة الأهرام الصحفية، أحمد ممدوح، النيل. وبانوراما النيل مستمرة وفيها بعد قليل انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الروماني بالإسكندرية بمشاركة كوكبة من النجوم. مع هذا التقرير، حيث افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إناس عبد الدايم ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف فعاليات مهرجان المسرح الروماني الذي يستمر لمدة 6 أيام ويشارك فيه كوكبة من النجوم من مصر والوطن العربي. بعد توقفه لمدة 2 متتاليين انطلقت من جديد فعاليات مهرجان المسرح الروماني بالأسكندرية والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة الأسكندرية. السنة دي المهرجان له يعني وقع مختلف، بأن لأول مرة وزارة السياحة والآثار هي طبعا بتدعمنا دايما، لكن هي شريكة هذا العام، هي شريكة وسيادة الوزير يعني أو معالي الوزير الحقيقة، وهو هيشرفنا كمان دقايق. لأول مرة بيكون معانا كشراكة، وطبعا مع سيادة المحافظ العظيم اللي الحقيقة ما بيبخلش علينا أبدا في أي حاجة، وحركة يعني الحركة الثقافية والفنية في اسكندرية أصبحت حركة الحقيقة سريعة جدا. أجمل ما في هذا المهرجان وهذا الافتتاح ان احنا بيقام من المسرح الروماني التراثي الأثري، حاجة رائعة زي ما انت شايفة المقاعد كلها من الحجارة، بيقام ليلة ثقافية وفنية وغنائية رائعة، كبار وعظماء الفنانين في مصر بيشرفونا في هذه المهرجانات. أحيا ليلة الافتتاح النجم الكبير الفنان مدحت صالح والذي أشعل المسرح بباقة متنوعة من أعماله التي قدمها خلال مشواره الفني. السنة دي بالذات مش بس وزارة الثقافة هي اللي بتنظم الفعاليات دي او المهرجانات دي، لكن معانا وزارة السياحة والآثار عامله لنا دعم كويس قوي او تعاون ما بين الوزارتين، وده بيسهل لنا كتير قوي ان احنا نقدر نعمل التجهيزات ونعمل كل حاجة ليها علاقة بإقامة مثل هذه الفعاليات، وبيساعدنا كمان ان احنا نقدر نقدم الفعاليات دي او المهرجانات دي للجمهور المصري في كل مصر
في كل المدن المصرية وبدون مقابل. يذكر أن مهرجان المسرح الرومانية يتواصل على مدار 6 أيام ويضم برنامج متميز من العروض والفعاليات لنخبة من نجوم مصر والوطن العربي. بعد توقف دام لمدة 2 متتاليين بسبب جائحة كورونا، عاد من جديد وانطلقت فعاليات مهرجان المسرح الرومانية بمحافظة الإسكندرية لتعود معه الفنون الراقية والتراث الأصيلة. ووسط إقبال جماهيري كبير اشتعل المسرح بليلة فنية للنجم الكبير مدحت صالح. من داخل المسرح الروماني بمحافظة الأسكندرية، أمل صبري، النيل. ودائما الختام على من الأخبار. الرئيس السيسي يؤكد خلال جولة تفقدية بالكلية الحربية على أن مصر لديها احتياطي استراتيجي كاف حتى نهاية العام الجاري. وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي يعلن أن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام بلغت 75.4%. تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط 15 شهيدا وأكثر من 140 مصاب. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه البانوراما لهذه الساعة. الرأس الساعة القادمة موجز جديد، كونوا معنا إلى اللقاء.